الاداره؟ يعني من ناحيه النقد قصدك ولا؟ نعم. طبعا في، وخصوصا من البلد يعني. يعني هلا في الكاريكاتير الوجوه البورتريه، يعني بيقولوا هذا الشخص كاريكاتير، انه فعلا بيلبق له الكاريكاتير. كيف يعني؟ يعني انه مثلا في شيء مميز هو حتى اي واحد بيرسم كاريكاتير، يعني في شيء مميز بوجهه بيتبالغ فيه ترسميه بيبين انه هذا فلان. عرفت شلون؟ هيك في مثلا اذا بدك هلا الرسومات البورتريه الكاريكاتير كوجوه يعني هي من ارقى الرسومات، يعني في كثير من العائلات الارستقراطيه بلاد برا بيطلبوا رسام كاريكاتير لحتى يرسمون وجه مبالغ فيه حتى لو تبين العيوب يعني اللي بالوجه، فعادي هالموضوع. بينما اذا بدك تسلطيه على موضوع يعني بدك تنقديه فلان مثلا او تاجر او شيء او يعني نوع من التجار الفاسدين بالبلد، فلان الفلاني بدك ترسمي كاريكاتير، بتجرحي شوي، بتبالغي لحتى توصل المسج. وهي يعني يفضل توصل لإله ان شاء الله نشوفها. يعني يعني استاذ محمد نحن كنا سعيدين انه حضرتك كنت موجود معنا، وسعيدين بهذا الفن المميز اللي بيوصل لجميع الشرائح وقدر انه يوصل رساله يمكن غير الانواع الاخرى من الفنون. نشكر وجودك معنا لليوم، نتمنى لك اكيد التوفيق. الله يسلمك، شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق كمان ان شاء الله بكل نشاطاتك القادمه. الله يخلي لي اياكي.